لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. خيمت الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على مناطق في كردستان بشمالي العراق خلال الساعات الماضية بظلال من التوتر على العلاقات بين بغداد وطهران، فاستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تلك الضربات التي وصفت بأنها الأكبر والأكثر دموية في الأيام الأخيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وقال صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، هاجمت إيران شمال العراق بأكثر من 40 صاروخا فلسطينيا وطائرات مسيرة مسلحة، أو أسقطت طائرة حربية أمريكية إحداها في أثناء توجهها نحو مدينة أربيل حيث تتمركز القوات الأمريكية. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط تلك الرواية، حينما ذكرت في بيان أن الطائرة المسيرة أسقطت بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، حيث بدا أنها تشكل تهديدا لقوات القيادة المركزية في تلك المنطقة. طائرات بدون طيار أخرى وصواريخ فاتح 110 البالستية الإيرانية قصيرة المدى استهدفت معسكرات وقواعد يستخدمها مسلحون ولاجئون أكراد في ضواحي أربيل وبالقرب من السليمانية. إن الحرس الثوري الإيراني دأب على قصف مناطق كردية في شمال العراق منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ألقت طهران باللوم على جماعات كردية إيرانية متمركزة هناك، في إثارة الاضطرابات التي تجتاح إيران منذ نحو أسبوعين. من جهتها، الضربات الإيرانية تؤكد ارتباك حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في التعامل مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العشرات من المتظاهرين وإصابة المئات. اعتبر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الضربات التي نفذتها طهران ضد الأكراد في شمال العراق تدل على يأس الحكومة الإيرانية التي تواجه واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد. وأوضحت واشنطن بوست أنه لطالما استقرت الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في العراق، وبينما أعربت عن دعمها للاحتجاجات في إيران، لا يوجد ما يشير إلى ارتباطها المباشر بالاضطرابات. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الهجمات الإيرانية كانت بمثابة محاولة يائسة من قبل النظام الإيراني للنأي بنفسه عن المساءلة عن الاحتجاجات وعدم قدرته على حلها بالطرق السلمية. تريد طهران إلقاء اللوم على قوى خارجية، وأكدت الصحيفة أنه سيتم سحب دوريات الإرشاد من شوارع الجمهورية الإسلامية كما تصفها طبعا. ستواجه انتكاسة كبيرة ولا يكون أمامها خيار آخر سوى إعطاء المزيد من الحرية الاجتماعية لشباب الطبقة الوسطى في المناطق الحضرية. قال المحلل السياسي الكردي المقيم في أربيل هيوا عثمان للصحيفة، ما يريد الإيرانيون قوله هو أن الاضطرابات داخل إيران تحرض عليها أحزاب المعارضة في العراق، لكنها في الواقع معارضة علنية من قبل الشعب الإيراني ضد النظام. واستبعدت الصحيفة أن يهدئ الخطاب الذي ألقاه رئيس الأربعاء الشباب الإيراني المنتفض الذي فقد الثقة تماماً في نظام بلاده المتطرف، خاصة أن الرئيس الإيراني هو الذي أمر بتطبيق أكثر صرامة لقوانين الحجاب في وقت سابق من هذا الصيف. ونقلت الصحيفة عن نشطاء في إيران، ثقتنا آخذة في الازدياد، لن نتراجع عن انتفاضتنا رغم الاعتقالات، هناك اعتقاد سائد بأن شيئاً ما سيتغير هذه المرة. الحكومة الإيرانية تسعى لضمان عدم امتداد الاحتجاجات إلى المزيد من أحياء الطبقة العاملة، ومن المرجح أن تصور المتظاهرين على أنهم ليبراليون مناهضون للوطنية على خلاف مع قيم النظام. لا يمكن فهم طبيعة التحولات في التحالفات السياسية في العراق إلا على أنها تحالفات براغماتية تقوم على أساس المصالح الضيقة والمباشرة للمتحالفين وربما لداعميهم الإقليميين، مع محاولات مفضوحة لإعطاء تلك التحالفات أبعاداً سياسية مزيفة من أجل تسويقها.
ينطبق هذا التوصيف على التحالفات السياسية ما قبل الانتخابات التي تقوم على ثلاثة عوامل أساسية: أولاً تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين، القدرة على استخدام أدوات الدولة ومواردها في الحملات الانتخابية لرشوة الجمهور، والعلاقة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء، أخيراً القدرة على التزوير ويصدق على التحالفات السياسية التي تأتي بعدها في سياق تقاسم السلطة والنفوذ ومداخل الاستثمار في المال العام. ولا يمكن لمسرحية رخيصة مثل مسرحية استقالة رئيس مجلس النواب أو التصريحات العبثية عن ضرورة الحوار مع التيار الصدري أو الحج إلى الحنانة أن تكون مخرجاً من المأزق الحقيقي الذي أسهم فيه تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني بنصيب وافر في الوصول إليه بالشراكة مع الآخرين. ومن يعود إلى الكتابات والتصريحات والتغريدات التي كان يعلنها المتحالفون ضمن إنقاذ الوطن بين هلالين سيجد تنظيراً متطرفاً يريد إقناع الجميع بأن لا بديل عما يؤمنون به سوى الإصرار على خراب الوطن. ولكن الأمور تغيرت تماماً بمجرد استقالة التيار الصدري من الحكومة، فقد انقلب حلفاؤه على المقولة وذهبوا للتحالف مع الآخرين الذين لا يزالون مصرين على حكومة التمثيل النسبي الموسعة التي تضم الجميع لتشكيل تحالف إدارة الدولة. لا يمكن فهم هذا التحول إلا في سياق السياسة العراقية التي لا تقاليد ولا أعراف لها، والتي تعلو فيها المصالح المباشرة على المصالح العامة التي لا وجود لها من الأصل، والتي يشكل فيها الاستثمار في المال العام بوصلتها الوحيدة. كانت سرعة قبول استقالة نواب التيار الصدري وسرعة الدعوة لجلسة أداء اليمين الدستوري للنواب البدلاء وحضور نواب السيادة والديمقراطي تلك الجلسة لتحقيق النصاب مؤشرات لا تقبل التأويل على تخليهما التام عن حليفهما السابق، مع معرفتها أن الصراع في العراق لا يحتكم إلى تصويت مجلس النواب بل يحتكم إلى الشارع والسلاح. نشرت صحيفة الجارديان تقريراً قالت فيه إن روسيا تصعد من استخدام المسيرات الانتحارية إيرانية الصنع في جنوب أوكرانيا، بما في ذلك ضد ميناء أوديسا الجنوبي ومدينة ميكولايف القريبة، وسط تقديرات باحتمال نشر مئات الأسلحة الآن من قبل الكرملين في شبه جزيرة القرم وغيرها من المناطق المحتلة في الجنوب. الصحيفة أضافت في تقرير لها أن المسيرات استخدمت ضد مواقع المدفعية الأوكرانية في شرق البلاد، في ذلك منطقة خاركييف، حيث لاحظت وزارة الدفاع البريطانية لأول مرة استخدام روسيا للأسلحة الإيرانية التي زودتها بها في منتصف أيلول سبتمبر. وتستطيع المسيرات البقاء في الجو لعدة ساعات والدوران حول الأهداف المحتملة. تم تصميم المسيرات لتوجيهها إلى قوات العدو أو الدروع أو المباني وتنفجر عند الاصطدام، وهو ما يمنحها اسم مسيرات كاميكازي أو انتحارية. نجحت في إسقاط ثلاث مسيرات انتحارية إيرانية الصنع هاجمت منطقة ميكولايف قبل يوم من إعلان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات أن إيران ربما زودت روسيا بعدة مئات من تلك الأسلحة. وكثف الجانبان جهود شراء ونشر مسيرات انتحارية في الأشهر الأخيرة، في حين إن الكثير من الاهتمام ركز على استخدام أوكرانيا الناجح للغاية في حرب المسيرات، ليس أقلها توظيف مسيرات بيرقدار التركية. بدأت روسيا في الاعتماد بشكل أكبر على المسيرات الانتحارية بدلاً من الصواريخ، وتشير التقارير إلى أن المسيرات الانتحارية التي استخدمت في الأسابيع الأخيرة انطلقت من مناطق تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وخيرسون. وبحسب مصادر عسكرية أوكرانية، أعيد طلاء بعض المسيرات بألوان روسية. واتهم زيلينسكي في أحد خطاباته الليلية في نهاية الأسبوع إيران بتزويد المسيرات، وهو ما نفته طهران التي قالت إنها محايدة في الصراع. نشر موقع وورد سوشاليست تقريراً تحدثت فيه عن الانفجارات القوية التي أصابت خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2
اللذين ينقلان الغاز الطبيعي الروسي تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، حيث تحولت عشرات المليارات من الدولارات في البنية التحتية الحيوية لتمويل الاقتصاد الروسي وتزويد وتدفئة الاقتصاد الألماني والأوروبي إلى خراب. وقال الموقع إن هذا الحدث يشير إلى تصعيد عسكري متهور، حيث صرح رئيس الوزراء الدنماركي ميد فريدريكسن أن الانفجارات كانت نتيجة عمل متعمد من قبل أطراف مجهولة، وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الأوروبية اتهمت روسيا على الفور بقصف خطوط أنابيب نورد ستريم، إلا أن هذه الاتهامات تتداعى بسرعة. وأضاف الموقع أنه حتى صحيفة نيويورك تايمز التي عادة ما تكون مصدرا للدعاية العدوانية المناهضة لروسيا امتنعت عن إلقاء اللوم على موسكو في التفجير، وأقرت بأنه للوهلة الأولى يبدو من غير المنطقي أن الكرملين سيضر بأصوله التي تقدر بمليارات الدولارات. يبين الموقع أنه بالنسبة لواشنطن قدم التفجير فائدتين: أولاً، في خضم التصعيد العسكري للناتو ضد روسيا في أوكرانيا، سيساعد ذلك في تأجيج المزيد من الدعاية الحربية المناهضة لروسيا، وثانياً، من خلال جعل أوروبا أكثر اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لتحل محل الغاز الروسي، فإنها تتوافق مع هدف أمريكي رئيسي في حرب أوكرانيا منذ البداية، وضع أوروبا تحت سيطرة الولايات المتحدة بقوة أكبر. وقد ظهرت هذه الأهداف على نحو متزايد في العلن في السنوات الأخيرة. واختتم الموقع التقرير بالتأكيد على أن هجوم خط نورد ستريم لا يمثل بشكل عام عملاً من أعمال الانتحار الاقتصادي والسياسي من قبل روسيا، ولكنه إشارة أرسلتها واشنطن إلى حلفائها في الاتحاد الأوروبي تخبرهم فيها بأنه بإمكانهم إعادة العسكرة، ولكن سيتم تحديد السياسة الطاقية والعسكرية وفقاً لشروطها. وتوضح هذه النزاعات الأخطار الهائلة التي تواجه حشود العمال والشباب، بينما يتأرجح حلف الناتو وروسيا على حافة نزاع عالمي شامل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نظمت تظاهرات في عدد من دول العالم تضامناً مع نساء إيران على أثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في المستشفى بعد 3 أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس المشددة المفروضة على النساء في الجمهورية الإيرانية. مع دخول التظاهرات في إيران أسبوعها الثاني، فقد شهد الأسبوع الماضي العديد من التظاهرات في عواصم عالمية تضامناً مع نساء إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني، واكب فيها الإيرانيون في الخارج الانتفاضة في بلادهم. طفت بطة مطاطية عملاقة للفنان الهولندي فلورنتين هوفمان في بحيرة سوكشون في سيول كوريا الجنوبية، وجذبت البطة القابلة للنفخ مئات من السياح والسكان لمشاهدتها. يتصل تاريخ هذه البطة المطاطية بنمو تصنيع المطاط في أواخر القرن 19. كانت أول بطة مطاطية مصنوعة من المطاط الصلب، عندما بدأ المصنعون في استخدام المطاط المفلكن الذي اخترعه تشارلز جودير. وحصيلة ذلك، لم يكن هذا البط المطاطي الصلب قادر على العوم، وكان الهدف منه لعب ألعاب المضغ منحوتة البطة التي ابتكرها النحات بيتر جانين في 40ات القرن 20،
ثم حصل على براءة اختراعها وعاد إنتاجها على أنها لعبة عائمة، ثم تم بيع أكثر من 50 مليون منها. مشاهدينا الكرام، نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نلقاكم بإذن الله.